عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلايل. نتواصل مشاهدينا الاعزاء ونرحب بحضراتكم من هذه الانطلاقات الصباحية. أعلنت انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، شوطنا الأول المخصص للأشواط الإضافية، ويعتبر الشوط 11 لإبكار المحليات آل صايل مباشرة مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول. يا سلام الشاهنية صالح بن حمد بن عنودة العامل المتقدما مع المركز الأول والصدارة، بينما المركز الثاني الغزيل عبيد بن حمد بن عفصان المنصور يتقدم بو محمد مع المركز الثاني. النقلة إلى المركز الثالث الشاهنية، عيسى بن دهيبي بن غافان الخيالي يتقدم مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس نجد متعب سيف بن خليفة الخيالي المتقدم مع المركز الرابع، بينما المركز الخامس نشوف القدوم والوصول من هملولة حمدان بن مطر الخيالي يتقدم مع المركز الخامس. سادس التحديات نشوف الوصول والقدوم من هملولة زايد بن علي بن عبيدة المنصوري، هذا ندائنا للمراكز الستة هلولة. يا مخرجنا أعطينا لقطة كافة على المشاهدين والمشاركين للمراكز المتأخرة. نعود إلى الصدارة إلى المقدمة إلى المركز الأول الشاهنية صالح بن حمد بن عنوده العامري، ولكن نشوف القدوم والوصول من الشاهنية عيسى بن مبارك المنصوري متقدما مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني نشوف دعنا بها شاهنية صالح بن حمد بن عنودة العامري. ثالث التحديات هملولة لزايد بن علي بن عبيد المنصوري متقدما مركز تلو مركز مع المركز الثاني. ثالث التحديات الشاهنية عيسى بن دهيمي بن غافان الخيالي يتقدم مع ثالث المراكز. الله 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 الله. رابع التحديات الشاهنية عيسى بن مبارك المنصوري يتقدم مع المركز الرابع. خامس التحديات الشاهنية عيسى بن دهيبي بن غافان الخيالي يتقدم مع المركز الخامس. هذا ندائنا متابعينا مشاهدينا الكرام متابعي هذه الرياضة، رياضة الهجن العربية الأصيلة. نعود إلى المقدمة، نعود إلى الشاهنية عيسى بن دهيبي بن غافان الخيالي. يا سلام، ولكن عفوا، نعود إلى المقدمة مع الشاهنية عيسى بن مبارك المنصوري متقدما ومحتلا مع الصدارة مع المقدمة. مركز الثاني هملولة زايد بن علي بن عبيد المنصوري. يا سلام، 1200 للتذكير فقط يا راعي هملولة. يا سلام يا سلام، من لديه زود فليتقدم. عيسى بن مبارك المنصوري متقدما مع الشاهنية مع المركز الأول. ثاني التحديات هملولة لزايد بن علي بن عبيد المنصوري. ثالث التحديات الشاهنية عيسى بن تهيمية بن غافان الخيالي متقدما ومحتلا مع المركز الثالث. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الناموس وين؟ الانتصار وين؟ يا سلام يا سلام، الشوط حاير ما بين هالشعارات ما بين هالانطلاقات. ناموس هذا الشوط، شوطنا الأول يعتبر لأشواط الإضافية. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، هملولة راحت، هملولة راحت مع المقدمة مع الصدارة مع هذا المركز الذي يترقب إلى وصوله الجميع. هملولة زايد بن علي بن عبيد المنصوري، ولكن نشوف الشاهنية عيسى بن مبارك المنصوري لمن ناموس هذا الشوط. هملولة راحت 500 متر نهاية بن دهيمي ولا بن زايد بن علي بن عبيد المنصور. يا سلام،
عيسى بن مبارك المنصوري راح مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول. يا سلام يا سلام يا سلام الشاهني عيسى بن مبارك آل الخيالي راح مع الصدارة مع المقدمة مع المركز الأول. يا سلام يا سلام لحظة وصولها وقدومها إلى خط نهاية حاملة هذه الشعار. يا سلام يا سلام بدون أي منافس ولا شبه منافس أن تذكر الشاهني عيسى بن مبارك آل الخيال. يا سلام يا سلام بدون أي منافس ولا شبه منافس لحظة وصولها وعبورها إلى خط نهاية الشاهني عيسى بن مبارك الخيال المنصوري مع المركز الأول. المركز الثاني نشوف همدولة زايد بن علي بن عبيد المنصوري المركز الثاني. ثالث التحديات وثالث المراكز نشوف القدوم والوصول من الشاهني عيسى بن تهيب بن غفان الخيالي. توقيتنا الزمني توقيتنا الزمني 5 دقائق 9 ثواني. تهاني والناموس لعيسى بن مبارك المنصوري.